برنامجنا هو مميز وبيقدم تجربة فريدة من نوعها لرياضة الصقارة، ومستقطب نحن الصقارين المتمرسين لتدريب صقورهم والصيد بالصقور على طائر الحبارة بمحمية بوربو. مساحة المحمية بتمتد على 900 كيلومتر مربع، ونحن من سهل دخول الطيور الصقور للصقارين على الأردن، ومستقبلهم على المطار عمان الدولي، ومنقلهم للموقع للمحمية، ومنوفرهم سكن إقامة في نزل بيئي بيتسع ل 30 شخص، أو في خيارات أخرى ممكن نوفر لها خيام، ممكن يباتوا في خيام، أو ممكن نوفر أرض إذا مجموعة الصقارين أجوا يجنسوا في المنطقة وبعتادهم وبخيامهم هم.